النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. بحمد الله تأثرت المملكة يوم أمس وحتى ساعات صباح هذا اليوم بمنخفض جوي جلب معه كميات ممتازة من الأمطار لمناطق مختلفة من المملكة. سجلت درجات حرارة قياسية نسبة لهذا الوقت في العام صباح هذا اليوم، بلغت أقل من 5 درجات مئوية فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية. تحرك المنخفض الجوي مبتعدا عن المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر. هدأت الأجواء، استقرت وتناقصت السحب والغيوم في أغلب مناطق المملكة. نستعرض معكم كميات الأمطار التي سجلت خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي بحسب محطات الرصد الجوي التابعة لطقس العرب، بالإضافة لمحطات دائرة الأرصاد الجوية. في المناطق الشمالية في إربد وعجلون من حوالي تقريبا بلغت 25 ملم، في الأغوار سواء الشمالية الوسطى حوالي 20 ملم، في السلط والبلقاء 25 ملم، أما في العاصمة عمان تراوحت كميات الأمطار تقريبا ما بين 10 إلى 20 ملم وبمعدل 15 ملم في المحافظة، 10 ملمات في الزرقاء، في الكرك حوالي 2 ملم كذلك الأمر في مادبة، أما في جبال الشرافة كانت الأمطار محلية بواقع 1 ملم، في كل من معان والعقبة لم تسجل كميات أمطار، في حين شاهدنا بعض الفيديوهات المتناقلة لسيول جارفة في مناطق محيطة في معان مثل جرف الدراويش وأيضا مناطق قرب الحسينية، فبالتالي هناك كان سحب ركامية رعدية محلية يتوقع أنها سجلت كميات عالية من الأمطار، كذلك الأمر هو في مناطق البادية الشرقية من المملكة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، يسود طقس بارد بوجه عام في أغلب المناطق، درجات الحرارة متدنية بكثير عما هو معتاد عليه مثل هذا الوقت من العام، أجواء صافية، عند ساعة السحور تكون درجة الحرارة حوالي 10 درجات مئوية في العاصمة عمان. فكرة أن يكون لدينا السحور في الخارج أو في شرفات الخارج غير محبذة وسيئة بسبب برودة الأجواء. بالنسبة للأجواء المتوقعة نهار يوم غدا، يتوقع أن يطرأ ارتفاع يوصف بأنه ملموس على درجات الحرارة، لكن بالرغم من هذا الارتفاع تبقى درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية. طقس غدا سيكون ويصبح ربيعي لطيف، هو مشمس في أغلب الأوقات، يميل للدفء إن شاء الله في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. عند ساعة الإفطار يكون الطقس في العاصمة عمان صافيا، درجة الحرارة تقريبا حوالي 17 درجة مئوية، ويكون نوعا ما الإفطار في الخارج أيضا فكرة غير محبذة بسبب استمرارية برودة الأجواء بمشيئة الله تعالى. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى ليوم غدا، ونبدأها من المناطق الشمالية في إربد 22 إلى 12، في جرش 23 إلى 13، أما في عجلون من 20 إلى 11 درجة مئوية، في حين تكون في المفرق من 25 إلى 13 درجة مئوية، والأجواء ربيعية لطيفة. في العاصمة عمان من 21 إلى 14، في البحر الميت من 30 إلى 20 درجة مئوية، في مأدبة من 24 إلى 13، في السلط من 23 إلى 15 درجة مئوية، أما في الزرقاء من 25 إلى 14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية في الكرك من 21 إلى 13، كذلك الأمر هو في الطفيلة من 21 لكن ليلة 15، في معان من 27 إلى 15، في جبال الشرع من 21 إلى 14، في حين ترتفع في خليج العقبة نهار يوم غدا الحرارة إلى 34 درجة مئوية، في حين تنخفض الصورة إلى 22 درجة مئوية في ساعات الليل. المناطق الشرقية 28 إلى 14 في رويشد، 28 إلى 13 في الصفاوي، و 29 إلى 14 في منطقة الأزرق. انتقالا إلى توقعات الأجواء خلال الثلاثة أيام القادمة، إذا كما تحدثنا غدا الطقس سيكون يعني مستقر 21 إلى 14، الجمعة هناك ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتقترب درجات الحرارة من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، مع طقس ربيعي دافئ تكون درجة الحرارة العظمى 25 في ساعات 14 درجة مئوية. أما يوم السبت فتتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد لكنه ضعيف، سيتسبب بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، تعود مرة أخرى درجات الحرارة إلى معدلات متدنية بالمقارنة
مع هذا الوقت من العام، سجل تقريبا 9 حرف في العاصمة عمان 18 درجة مئوية، والصغرى ليلا 11، يعني الطقس ليلا في ساعات الليل بارد بشكل عام، وتعود هذه الأجواء الباردة من جديد خلال نهار يوم السبت. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.